الفساد باق ويتمدد. يودع الناس أموالهم في البنوك عادة لتنمو وتزداد ولكن ليس في سوريا ها هو مصرف سوريا المركزي يسرق مودعيه وتعترف حكومة ميليشيا أسد عبر إعلامها بذلك وعلى لسان صحيفة الوطن الموالية يتم الكشف عن قيام أفرع المركزي بتسليم روز من ناقصة ما يؤشر إلى وصول الفساد لمستويات غير مسبوقة وسط عجز في تأمين السيولة بحسب ما يراه محللون اقتصاديون الصحيفه التي تقر بصحه البلاغات والشكاوى المقدمه من عملاء المصارف وتعترف بسرقتهم تاره تبرئ حكومه الميليشيا من المسؤوليه تاره اخرى وتقول ان بعض هذه البلاغات ملفقه وغير صحيحه زعمه انه لدى الرجوع للكاميرات تم التثبت من حصول الاحتيال في المصارف على بعض هؤلاء المودعين، ولا يخفى على متابع للشأن السوري أن حالات الاختلاس التي تصدر من أبواق حكومة ميليشيا أسد تتكرر بين الفينة والأخرى ليتم عزل موظف أو إقالة آخر بل إن الميليشيات شرعت في سن قوانين جديدة ترغم المواطنين على الإيداع في بنوكها عند بيع وشراء العقارات والسيارات وفي التعاملات التجارية الأخرى. كل ذلك ساهم في اتساع الهوة بين المواطن وبين حكومة فاسدة جعلت الأول يتجنب الإيداع في البنوك العامة والخاصة ما أمكن حفاظًا على أمواله. فإذا كانت البلاد تدار من عصابات الفساد واللصوصية وميليشيات تسرق أرزاق الناس تحت ستارة قوانين سنتها بنفسها ولنفسها، فلا عجب إن جاء يوم وسلب مالك وبيتك منك علانية وبمرسوم أيضًا.